بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال الفدرالية. ومن أبرز العناوين: وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة قطر، ولاية بنتلان وجبلان تشكلان لجانهما الانتخابية، الصين تحذر من التدخل السياسي في عمل فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان، مصر والأردن يطلبان اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أما الآن فإلى التفاصيل النشرة، ومعكم زكريا خليفة. التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الفدرالية معالي دران أحمد فرح السيد راشد بن حمد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع الذي جرى أمس الأربعاء استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصا من جانب القطاع الخاص ودعم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات. وأكد السيد الراشد أن العلاقات بين قطر والصومال قوية ومتينة، وقد انعكست على التعاون التجاري والاقتصادي، مبينا أن هناك مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وتشجيع وحماية الاستثمارات ومتبادلة والنقل البحري والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني واستخدام العمال الصوماليين بدولة قطر. كما أشار إلى ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الصومالي، مبينا أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصومال. كما أشاد الراشد بالعمالة الصومالية وقال إن سوق العمل القطري يترحب بالعمالة الصومالية في مختلف المجالات. من جانبه استعرض الوزير الصومالي خلال اللقاء المناخ الاستثماري في بلاده والفرص والمتاحة التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، لافتا إلى أن الصومال يسعى لجذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات يمكنها دعم التنمية في الصومال وخلق فرص عمل للشباب الصومال. أعلنت ولاية بنتلان وجبلان منتصف الليل الماضية عن تعيين لجانهما الانتخابية على المستوى الولايات الأعضاء في الحكومة الفدرالية، وتتألف اللجنتان المعينتان من قبل الإدارتين من 8 أعضاء لكل ولاية، سينضم إليهم 3 أعضاء من قبل الحكومة الفدرالية، والأعضاء المعينون من ولاية بنتلان هم على النحو التالي: 1 عبد الكريم موسى محمود، 2 موسى عبد القادر الدعالي، 3 أحمد عبد محمود، 4 عيناشة يوسف حسين، 5 عيدروس أحمد فارح، 6 عبد الرزاق عبد الله فارح، 7 فرحية حسين محمود، 8 عنب حاجي سليمان ورسمع. أما أعضاء ولاية جبلان فهم على النحو التالي: 1 سياد محمد مرسل، 2 أحمد محمود عمر، 3 أحمد عبد نور، 4 زمزم فارح نور، 5 محمد عثمان جاب، 6 إبراهيم آدم إبراهيم، 7 أحمد يوسف محمد، 8 أبو بكر نور عبدي. أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأردن ومصر تقدما بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في فبراير المقبل. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذه الاجتماع، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف زكي أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرتين على الدول الأعضاء لإبلاغهم بموعد الاجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبراير المقبل. حذرت الدولة الصين من تدخل السياسي في عمل فريق الخبراء الزائرين من منظمة الصحة العالمية بعد دعوات من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق قوي وواضح في أصل كوفيد 19. وغادر الفريق الحجر الصحي في مدينة ووهان بوسط الصين حيث سجل الفيروس لأول مرة منذ أكثر من عام. وقالت الصين إن التحقيق سيكون طويلا ومعقدا ولن تنتهي في هذه الرحلة. ومن المقرر أن يبدأ فريق المنظمة الدولية تحقيقات ميدانية في أصل فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية. مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، وكان معكم على الهواء زكريا خليف، وفي الهندسة الفنية الزميل أحمد أويز، وفي الكاميرا شكري محمد محمود. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.